استاد فامر بنادي السالمية احتضن قمة مواجهات الجولة الثالثة من دوري STC التصنيف بين كاظمة والكويت. كاظمة بادر بالهجوم وكاد أن يفتتح التسجيل من هجمة مرتدة هي الأخطر عن طريق بندر بولسلي وكرته أخطأت طريق المرمى. ضاحي الشمري مرر كرة جميلة إلى أحمد حزام وتسديدته ذهبت فوق المرمى. المتخصص عبدالله البريتشي نفذ كرة ثابتة خطرة مرت بسلام على حسين كنكوني لينتهي الشوط الأول سلبيا كما بدأ. شوط المباراة الثاني انطلق والمتقدم فهد الهاجري كاد أن يسجل من رأسية وكرته علت المرمى. سيسوكو أرسل كرة ذكية إلى عبدالله البريتشي وحسين كنكوني استطاع أن ينقذ مرمى من هدف محقق. سامي الصانع أرسل عرضية مثالية وصلت إلى عبدالله البريتشي ليسجل هدف كويتاوي جميل مانحا فريقه الأسبقية. شبيب الخالدي يسقط بالمنطقة المحرمة والحكم علي محمود يحتسب ركلة جزاء لكاظمة انبرى لها ناصر فرج بنجاح مسجلا التعادل لفريقه. البديل أحمد الزنكي يتوغل بنجاح ويرسل عرضية إلى أحمد حزام الذي لم يحسن التعامل مع الكرة. ومن سلاح التسديدات حاول عمر الحبيتر من هذه التسديدة التي أبعدها بصعوبة حميد القلاف. السجال استمر بين الفريقين والقائم حرم فيصل زايد من تسجيل هدف جميل. الكويت يرمي بثقلة على مرمى كاظمة لكن المحاولات الكويتاوية وجدت حسين كنكوني بالمكان المناسب لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. الكويت ردي من تعادل وحنا ردي من خسارة، كل واحد يبي يعوض، ودوري التصنيف يعني ما في مجال، يعني أي خطأ الفريق يعني يمكن يتأثر بأي خطأ، بس إن شاء الله نعوض. مثل إحنا لعبنا ضد السالمية فريق كبير ولعبنا ضد الكويت فريق كبير، في أمل عندنا إن شاء الله المباريات الجاية، ولعبنا ضد فحيحيل وما توفقنا، ربي لك نقول الحمد لله على كل حال وإن شاء الله الغادم أفضل. صحيح نادي الكويت تقدم لكن لاعبين نادي كاظمة رجعوا للمباراة لأن طموحهم بالثلاث نقاط، وأيضا كانت هناك عدة فرص ما استغليناها بالشكل المطلوب، وإن شاء الله المباراة القادمة نقدم الشكل المطلوب والأفضل إن شاء الله. الحمد لله على كل حال تعادلنا مع الكويت، منافس قوي، فريق جدا قوي، ماخذ 4 سنين ورا بعض الدوري، والحمد لله لاعبين خبرة، لاعبين كبار، قدرنا ننافسهم، قدرنا نوصل للجول كذا مرة وضيعنا فرص كثير، بس الحمد لله توفيق من رب العالمين وقادم بأفضل بإذن الله. بهذا التعادل الكويت رفع رصيده عند النقطة الخامسة وكاظمة وصل عند النقطة الثانية ومن دون أي انتصار بالمسابقة. في مباراة مثيرة بأحداثها تفنن لاعبي الفريقين بإضاعة الفرص، التعادل الإيجابي يفرض نفسه في قمة مواجهات الجولة بين الكويت وكاظمة. فواز الصلال لبرنامج الديربي.